الاخوان الكار ديال المنتخب ما خلاوه كاع يمشي. شوفوا شوفوا عييت بزاف غنمشي الناس كنبغيكم بزاف تحياتي شكرا على الميساج شكرا على كلشي صباح على خير واش ما ندير لكم تصويره ديال الصباح على خير وكان محيد لي انستغرام موسيقى ما فهمت والو العالم خدامه لي الموسيقى الا انا محيدي هذيك ديال الميوزيك ما عنديش المهم راه داكشي في القلب يا صباح الخير يا اللي معانا اللي معانا الكرواني اللي معانا يلي على ود هذا الميساج اشتراكسون برافو اشتراكسون برافو يلا سير حيد برافو حيد منا اخوان ديمو ولد ضربنا له واحد الفيتشرينغ مع دوك الحلو وا وا Akimi, كلشي غيتقلب في ثانيه واحده هاد السيره ما كيدخلش العقل شوفوا شحال من واحد خارج فرحان بسبابنا شو زايف كوت ديفوار Dima, 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 D
سفيان، اولا هنيئا لكم تأهل، مستوى جيد، اداره المباراه بذكاء كبير، شفنا اكبر عدد من اللاعبين اليوم في طقوس مختلفه تماما على ما اعتدنا في دوله قطر. كيفاش تعاملتوا مع هذه المباراه الصعبه امام زامبيا؟ بغيتينا نديروا الباز عاوتاني؟